على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أزمات إنسانية تتفاقم وأخرى تتعمق لتطال مختلف جوانب الحياة. حرب كانت الشرارة فيها هجوماً منسقاً ومفاجئاً شنته حركة حماس على إسرائيل، سمته عملية طوفان الأقصى، لتعلن بعدها إسرائيل فرض حصار كامل من كافة جهات القطاع يشمل حظر دخول الغذاء والوقود وقطعاً فورياً للمياه. في 13 أكتوبر طالبت إسرائيل سكان مدينة غزة التي يعيش فيها أكثر من 1,000,000 نسمة بالإخلاء والتحرك جنوباً. مجزرة مستشفى المعمدان في 17 أكتوبر، غارة إسرائيلية على المستشفى في حي الزيتون أدت لمقتل 500 شخص. بعد قرابة الأسبوعين من الحصار المطبق، سمحت إسرائيل لشاحنات المساعدات بالعبور من معبر رفح الحدودي من مصر لغزة. بعد أسبوع من توغلات محدودة، شنت إسرائيل هجوماً برياً واسع النطاق في غزة، بدأ بقصف عنيف شمال. مجزرة أخرى هذه المرة ساحتها مخيم جبالي للاجئين شمال القطاع، غارة جوية بقنبلتين تزن كل منهما نحو طن. بدء عمليات الإجلاء من غزة عبر معبر رفح لنحو 7,000 من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وعائلاتهم والحالات الطبية العاجلة. توغل الدبابات الإسرائيلية بعد حصار دام أياما عدة صوب مستشفى الشفاء، اقتحمته وبدأت بعمليات تمشيط بداخله. تشديد الجيش الإسرائيلي قبضته على جنوب غزة، شقت الدبابات طريقها إلى وسط خان يونس، قلب أكبر مدن القطاع. استهدفت إسرائيل مبنى الولادة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي يعد الأكبر في جنوب غزة. الجيش الإسرائيلي يطالب سكان عدد من المناطق وسط غزة بالإخلاء والتوجه جنوبا، منها مخيم البريج الذي طلب من سكانه التوجه لدير البلح. استهداف مخيم دير البلح وتنفيذ أحزمة نارية في حي المنارة جنوب القطاع. تلتها غارة استهدفت مستشفى شهداء الأقصى. شمال غزة بات أرضاً غير صالحة للعيش، 60% من مبانيه مدمرة، 56,000 أخرى مدمرة جزئياً أو كلياً بالقطاع بأكمله.